تخفي هذه اللوحة الجميلة بمنطقة سطورة سياحية تخفي معاناة سكان الغابة المحادية لها، سكان مهددون بالموت ردما في أي لحظة دون الحديث عن ظروف العيش المزرية. من اللي استقلينا وحنا هذه المعيشة، لا ماء لا تريسيتي لا سكنة مليحة لهم يحزنون، تطلع قرعة غاز بس يفتوصلها، يمرض لك واحد بس يفتوصله، يموت واحد ما عندناش ياسر من اللي ماتت جدة هنا بعد ماتت باش طلعناها منها تحاسبنا بس طلعناها الصندوق جبناه من هنا بس هبطناه. المهم تجي الشتاء نتميزرو مالا من اللي جينا وحنايا هنا هي كل عام تهبط علينا احنا وفي الريسك رجلي يطغى شايبه ما نقدرش نخرجها ولا هنا في قلب الدار ما نقدرش نخرجوها، نطلبوا من الشعب ونطلبوا من الرئيس نتاعنا ونطلبوا من الوالي نتاعنا يشوف لينا يا بني في قرب وقت احنا رايبين ومراط وزواولية. تروي السيدة يحيى أحد الفاجعات التي عاشتها وأولادها هنا وكيف يخاطر الأبناء للالتحاق بمدارسهم وسط مسالك غابية. السمس ما تخنيش خطر الشجر كبروا وعادوا يتوحوا هاي هذيك هاي فين أي رح تطيح نستنى في هذي وهذي ونستنى في الشجر تدخل سبع سبعة في الشتاء عندي طفل تقر في البلاد على السبعة تخاف راجل يخاف ما بالك طفلة نهزها منا على السبعة نهبطها للدروس بوليس ونطلع عندي اللي قرف في المتوسطة والابتدائي نهبطها. يتعايش السكان هنا مع شروط عيش كارثية وحتى مع الخوف من الموت بسبب الانهيارات في انتظار تدخل من الجهات الوصية قبل حدوث ما لا يحمد عقباه.